أحسن الله إليكم. هذا السائل فضيلة الشيخ يسأل عن مجموعة من الأسئلة، لم يذكر الاسم في رسالته، ولكنه يقول: أستفسر عن الآية الكريمة الأولى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما يعلمان أي الملكان اللذان نزلا من السماء، فإن الله أنزل من السماء ملكين يبتلي العباد بتعليم السحر، فنزل يعلمان السحر للابتلاء والامتحان، فإذا جاءهما من يريد أن يتعلم السحر نصحاه وقالا له: إنما نحن فتنة، يعني ابتلاء واختبار، لا على أن السحر حلال ومباح، ولكن نعلم من أجل الابتلاء والامتحان ليتبين المؤمن من الكافر، فينصحاني ويقولان له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا من نصحهما وبيانهما وشفقتهما على بني آدم، هذا هو معنى الآية. فهما لا يعلمان السحر على أنه جائز أو على أنه مباح، وإنما يعلمانه لأجل الابتلاء والامتحان واختبار الناس، من يقدم الإيمان ويترك السحر، ومن يرفض الإيمان ويقبل السحر. والابتلاء والامتحان يجري على العباد. الله جل وعلا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، حسب الناس ويتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ومن ذلك إنزال الملكين لأجل اختبار الناس، أيهم يثبت على الإيمان ويترك السحر، وأيهم يتزحزح عن الإيمان ويتعلم السحر. نعم.